نحن نعلم أن الشكل الرباعي الأضلاع ABCD عبارة عن متوازي الأضلاع parallelogram، وما أريد أن أناقشه في هذا العرض هو إيجاد مساحة متوازي الأضلاع بالطريقة العامة. لقد تحدثنا في العرض الأخير عن طريقة معينة لإيجاد مساحة المعين. يمكنك أن تأخذ نصف مجموع أقطاره، والمعين عبارة عن متوازي أضلاع، لكن لا يمكنك أن تأخذ نصف مجموع أقطار أي متوازي أضلاع. يجب أن يكون معين. إذن سنتحدث الآن عن متوازيات الأضلاع. ماذا نعرف عن متوازيات الأضلاع؟ حسنا، نعرف أن الأضلاع المتقابلة تكون متوازية. هذا الضلع موازيا لذاك الضلع، وهذا الضلع موازيا لذلك الضلع. ونعرف أيضا أن الأضلاع المتقابلة تكون متساوية، أي أن هذا الطول مساويا لذاك الطول، وهذا الطول مساويا لذاك الطول هنا. الآن إذا رسمنا قطرا، سأرسم القطر AC. يمكننا أن نقسم متوازي الأضلاع إلى مثلثين. لقد قمنا بإثبات هذا عدة مرات، أن هذان المثلثان متطابقان، ويمكننا إثبات ذلك بطريقة مباشرة. يمكن أن نلقي نظرة بكل وضوح، فإن AD يساوي BC، لدينا DC يساوي AB، ثم أن كل من هذه المثلثات تتشارك بالضلع الثالث هذا، كلاهما يتشاركان بالضلع AC. إذن يمكن أن نقول أن المثلث، سأكتب هذا باللون الأصفر، يمكن أن نقول أن المثلث ADC يطابق مثلثا نريد الحصول عليه بالشكل الصحيح، سيكون مطابقا لمثلث أقصد ADC. سأتماشى مع الخطان المزدوجان الأرجوانيان ثم الورديان، ومن ثم سأنتقل إلى الأخير. سأقول CBA، انتقلت من الخط الأرجواني إلى الوردي ثم إلى الأخير. إذن CBA أو المثلث CBA، وهذا باستخدام تطابق ضلع وضلع وضلع SSS. الأضلاع الثلاثة جميعها، الأضلاع الثلاثة فيها متطابقة، إذن المثلثان متطابقان. وما يوضح لنا هنا أن مساحات هذان المثلثان ستكون متساوية، وإذا أردت أن أجد المساحة، أي مساحة متوازي الأضلاع ABCD، سيساوي مساحة المثلث ADC، المثلث ADC زائد مساحة CBA. لكن مساحة CBA تساوي مساحة ADC لأنهما متطابقان بحسب تطابق ضلع وضلع وضلع SSS، بالتالي تكون المساحة 2 ضرب مساحة المثلث ADC، وهذا مقنع بالنسبة لنا لأننا نعرف كيف نجد مساحة المثلثات. مساحة المثلثات تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، أي تكون نصف ضرب القاعدة ضرب ارتفاع هذا المثلث، وقد أعطي لنا قياس قاعدة ADC، وهو عبارة عن هذا الطول. ADC يمكنك اعتباره كقاعدة لمتوازي الأضلاع جميعه، وإذا أردت أن تجد الطول فيمكن أن نرسم ارتفاع هكذا، إنه عمودي يمكن أن نسميه بالارتفاع H، وإذا أردت المساحة الإجمالية لمتوازي الأضلاع ABCD فهي تساوي 2 ضرب نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. 2 ضرب نصف يساوي 1، يتبقى لدينا القاعدة ضرب الارتفاع. يمكن أن نسمي هذا B والارتفاع H، B ضرب H القاعدة ضرب الارتفاع، وهذه الإجابة متقنة، وربما أنك قد خمنت هذا. لكن إذا أردت أن تجد مساحة أي متوازي أضلاع وكان بإمكانك أن تجد الارتفاع، فعليك أن تأخذ واحدة من القواعد، لأن الأضلاع المتقابلة تكون متساوية ضرب
الارتفاع. وهذه طريقة تمكنك من إيجاد المساحة، أو يمكنك أن تضرب، هذه طريقة أخرى للتفكير بها. إذا أردت أن أقلب متوازي الأضلاع فسيبدو إذا أردت أن أقلب متوازي الأضلاع فسيبدو هكذا. إذا أردت أن أديره هكذا هكذا، ويكون هذا الضلع هو قاعدته. إذا هذه ستكون النقطة، هذه ستكون النقطة A هنا، وهذه النقطة D، وهذه النقطة C، وهذه ستكون النقطة B. يمكنك أيضا اتباع هذه الطريقة، فيمكنك أن تقول أن مساحته هي القاعدة ضرب الارتفاع، أي يمكنك أن تقول H ضرب D C. إذا ستقول أنها تساوي طول H ضرب طول D C. هذه طريقة لإيجادها، أي باستخدام القاعدة ضرب الارتفاع، أو يمكن أن تقول أنها تساوي A D ضرب ضرب، سأسمي هذا الارتفاع ب H2، H2، ربما سأسمي هذا ب H1. إذا يمكننا أن نأخذ هذه القاعدة ضرب هذا الارتفاع، أو يمكنك أن تأخذ هذه القاعدة ضرب هذا الارتفاع، ضرب هذا الارتفاع. هذا H2 في كل الأحوال، إذا أراد أحدهم أن يعطيك متوازي أضلاع حتى أوضح الأمور، بكل وضوح ستكون قادرا على إيجاد الارتفاع. إذا أراد أحدهم أن يعطيك متوازي الأضلاع سيقولون أن هذا متوازي أضلاع، ويخبرونك أن هذا الطول يساوي 5، وأخبروك أيضا أن هذه المسافة تساوي 6، تساوي 6. فإن مساحة متوازي الأضلاع هذا ستكون 5 ضرب 6. لقد رسمت الارتفاع خارج متوازي الأضلاع، ويمكن أن أرسمه هنا أيضا، هذا أيضا سيكون 6. إذا مساحة متوازي الأضلاع هذا ستكون 30، ستكون 30.